بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج اسمه بلانر 5D. البرنامج دوت ممكن تفتح اي مشروع عليه 2D او 3D. هو فيه شوية مشاريع موجودة ممكن تدي في المشروع اللي انت عايزه. تمام، خلينا نصفح مشروع مثلا اللي هو زي ديمو ده. 1 ده كده موجود 2D، تقدر تفتحه وتوريه للعميل. عايز تشوفه 3D مثلا، باجي هنا اقول له ايه، حوله ل3D. ممكن اشوفه بنظارات جوجل او بيسموها كارد بورد، بحيث ان انت بتبقى لابس نظارة وما تشوفش غير المشروع ده بس. تمام، اديك شايف 3D، تقدر تشوف كل التفاصيل، فممكن تعمل الشغل وتوريه للعميل بسرعة بالشكل دوت.